باين عليكي حابة الشغل كتير، وأنا من زمان متابع برامجك الإذاعية ومعجب فيها، مشان هيك راح أعرض عليكي عمل جديد. شكرا كتير أستاذ مازن، شكرا على الفرصة الحلوة. شايف كرم قديش بنزوى أستاذ مازن؟ إيه طبعا. هذا البرنامج موجه لجيل الشباب، بيحكي عن مشاكلهم، عن طموحاتهم، عن أحلامهم، وطبعاً بدنا نسمعهم أغاني شبابية من اللي عامل ضجة بالشارع. حلو كتير، أنا قادر نفذ هذا البرنامج، وبالنسبة للأغاني هذا اختصاصي، أنا كنت دائماً نقي الأغاني ببرنامجي. أنا واثق من إمكانياتك. طيب أنا جاهزة، إمتى توقيع العقد؟ عن قريب، بس عندي شرط. أكيد أنتوا بتعرفوا إنه في فرق كبير بين الراديو وبين التلفزيون، يعني إذا بدك تقدمي برنامج تلفزيوني لازم تغيري نمط لبسك وأكسسواراتك، حتى خاتم الزواج هذا ما رح يكون من المناسب إنك تظهري فيه، وإلا ما رح تواكبي جيل الشباب ولا راح تقدري تلفتي نظره. الشيء الوحيد اللي بيخليك تثبتي حالك بهالبرنامج انك تلفتي نظر الشباب. لا، وشباب اليوم ما بينشدوا لمقدمة برنامج باين عليها ست بيت. بدهم حدا مثلهم، مثلهم بكل شيء. عم يفور حيوية وشباب ونشاط. يعني باختصار، ما تضايقوا مني إذا حكيت بصراحة، ما لازم تذكري انك متزوجة منشان تصيري حلم يداعي بخيال الشباب اللي بدهم يتفرجوا على البرنامج. استاذ انا كتير حابة اقدم البرنامج وعندي الرغبة والخبرة الكافية لهذا الموضوع، بس انه اخفي موضوع زواجنا هي شغلة مستحيلة. لا لا لا، هذا الموضوع غير قابل للنقاش ابدا. لحتى تصيري موديل ويحبوه الشباب ويعلقوا صوره وبالتالي يتابعوا البرنامج لازم تكوني عزباء. بس كيف؟ مدام نغم، الفن والإعلام بدهم تضحية، وإلا ما راح تحققي أحلام. بعدين أنا ما عم أطلب هيك شرط تعجيزي، هن شغلتين، أولا لبس متحرك، وثانيا تخفي موضوع زواجك. عن إذنك. شو رأيك كرم؟ أنت شو رأيك؟ بدك تعملي حالك عزبة وبدك تتخلي عن زواجك كرمال تحققي أحلامك، زبطي لي إياها إذا بتزبط. حبيبي ما رح أتخلى عن زواجي، القصة قصة شغل، رح أشلح هالخاتم ساعتين ورد رجعه وشوف هي. عفوا، تفضل. يعني أنا ما عم بفهم كيف بيطلب منك إنك تنكري زوجك وزواجك؟ ما بيستحي على حاله؟ صدقني حبيبي ما فيها شيء، هذا شغل. بعدين الحقيقة نحن منعرفها، نحن متزوجين ومنحب بعضنا، والحياة والشغل بدهم مرونة. الله يوفقك، لا تروح للفرصة الأخيرة، لا تدمر لي أحلامي. نغم، أنت بتعرفي إنه أنا بحبك وبدي إياكي تحققي أحلامك وتشتغلي، بس مو بهي الطريقة، لاقي حل. طيب شو رأيك؟ بتصل فيه وبطلب منه إنه لاقي الحل اللي بيناسبك أنت، موافق؟ ماشي. شكراً حبيبي، عن جد بحبك كثير. ما بتصدق قديش بحبك. كيفك استاذ مازن؟ يعطيك العافيه. ايه طبعا جاهزه لتقديم البرنامج. ايه بكره بكون عندك بالشركه لتوقيع العقد وبنحكي ببعض التفاصيل. ايه ولا يهمك، تصبح على خير، مع السلامه.
عن جد شكرا كثير حبيبي، شكرا شكرا شكرا. مبروك. الله يبارك فيك. عمي انا اسفه على التاخير ماما. ولا يهمك حبيبتي. ايه عمي نغم، كنتي بدك تقولي شيء؟ هلا هو بصراحه في شغله كثير مهمه، وفيك تقول انه شغله مصيريه. لهالدرجه؟ شو هي عمو؟ انا كنت بدي افتح الموضوع امبارح بس ما صار مجال. انتو بتعرفوا قديش كن غاليين وعزيزين على قلبي. قبل ما اتزوج بابا قال لي اهل كرم مثل اهلك، وانا مقتنع بهذا الحديث. خير نغم، لشو كل هالمقدمات؟ قبل العرس كنت عم بعمل دور عن وسائل الاتصال الجماهيري وما كملته، وبصراحة قلت لحالي يعني حرام يروح تعب سنة كرمال شهر واحد، فحابة كملها. والله معك حق، هلا مو معقول تضوعي سنة كاملة من الدراسة مشان شهر. هلا أنا مو ضد الدراسة، بس شو قلتي لي اسمها الدورة؟ وسائل الاتصال الجماهيري. أنا بالعموم حابة أسألك، أنت ليش بدك تكملي هالدورة؟ مانك مضطرة لا تشتغلي ولانك مضطرة تدرسي. هو أنا عندي اهتمام بوسائل الاتصال الجماهيري وحابة أنهي اللي بديته. الأهم من الاهتمام بحالك أنك تهتمي برغبات زوجك. يا بنتي بكرة رح يصير عندك أولاد وما رح يكون عندك وقت حتى لتحكي راسك. بعدين مو معقول تتركي سماحة تقوم بشغل البيت لحالة، ما هيك؟ سموحة بس شهر واحد وبوعدك بعوض لك اياها. انا ما عندي مانع ابدا، بالعكس يعني هو ماما وبابا يوافقوا وانا بقلبي وعيوني. شو سمح؟ كانه انا مالي حصه فيكي يعني مثلا؟ شكرا سماح. صبوحه هي وافقت سماح. بس انا لسه ما اعطيتك الاذن. ليش عم تعملي معي هيك؟ يعني نايا كل شيء مسمح لها اما انا لا. بس هذا مستقبلي، مستقبلي أنا. بصراحة صباح يعني البنت معها حق، يعني هذا مستقبلها، بعدين ليش ناس إيه وناس لا؟ يعني خلص اتركيها على راحتها. وهي سماح عم بتقول ما عندها مشكلة أبداً إنه هي تقعد شهر بالبيت تشتغل. عندك مشكلة شيء أنت سماح؟ ما عندها مشكلة، يعني خليها البنت تكمل دراستها ولو. أولاً نحن ما بنفرق بين الكنائن، ثانياً نحن بنفرح كثير لما بتكون الكنة دارسة وفهمانة، هذا كله لصالح زوجها وولادها. ايه عمي قلتيلي انه دراستك بحاجة لشهر بس؟ ايه شهر واحد. طيب روحي روحي كملي دراستك. الله يخليلي اياك يا بابا. بس استني استني استني، قبل ما تحكي عن حقوقك لازم تفكري بواجباتك، تفكري بمسؤولياتك تجاه هذا البيت. نايا اللي حابة تقارني حالك فيها يوم عن يوم عم تثبت انها قديش بتحب هالبيت، قديش بتحب جوزها وقديش بتحب ولادها. مشان هيك بقلك غلط كتير انك تفوتي حالك بمقارنة مع اي حدا. انا مضطر امشي عندي شغل. الا معك. رايح معك بابا، رايح معك. طب الا معك. يلا بس يا جماعه. الا معك. ايه بنتي قبل ما تقارني حالك بنايا يا ريتك تكوني مثلها. ايه